السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم كل خير. معكم أخوكم محمد بخاري، زي ما عودناكم دائما من قناة شركة بروج العقارية. اليوم احنا متواجدين في مجمع صراحة مميز وجميل، مرتب فيها 3 أبراج، كل برج عبارة عن 14 دور في منطقة أكشابات. طبعا مثل ما انتم شايفين هذه العمارة بالكامل، راح نصور لكم فيها شقة في آخر دور الطابق 14 الجهة الغربية، بحيث انه ما في احد يكشف عليها وماخذ اطلالة كاملة على البحر والطبيعة. مثل ما انتم شايفين الان انا موجود داخل المجمع. طبعا هنا عندنا مدخل المجمع الرئيسي، فيها بوابة وايضا دائما يكون فيها الحارس متواجد، بالاضافة الى كاميرات مراقبة موجودة على مدار الساعة. المدخل الالكتروني، مالك كل شقة يكون له ريموت بحيث يدخل بكل سهولة. طبعا هنا عندنا موقف سيارات مغلقة تخدم المجمع بشكل كامل، وايضا خلف العمارة اللي صورناها لكم عندنا جلسات عائلية والعاب اطفال تخدم المجمع. تفضلوا ويانا نطلع فوق ونشوف المساحات الخضراء المتوفرة فيها ومداخل الشقق. طبعا في مداخل من مواقف السيارات المغلقة تطلعكم للشقق مباشرة، وهنا المساحات الخضراء مثل ما انتم شايفين المجمع مكتمل بالكامل، والتدفئة فيها عن طريق الغاز الطبيعي. بالنسبة للموقع طبعا هي في منطقة أكشابات فوق الشارع الرئيسي الجديد الموازي لخط الساحل. طبعا الشقة اللي راح نصورها لكم في البلوك بي في آخر دور، شقة رقم 29 في الطابق 14. طبعا كل عمارة تتكون من 14 دور، وكل دور فيها شقتين، وأيضا كل عمارة فيها مصعدين. تفضلوا ويانا هنا البلوك بي نشوف الشقة بالتفصيل. وصلنا الآن للدور 14. طبعا مثل ما ذكرنا لكم المنطقة مخدومة بالغاز الطبيعي، مثل ما انتم شايفين هذه التمليدات. رقم الشقة 29. طبعا العمارة فيها مصعدين وكل دور فيها شقتين، لذلك الشقة هذه اللي راح نصورها لكم ماخذة واجهة 3 واجهات حيث تكون لها اطلالة شرحة. اول ما ندخل بسم الله عندنا الابواب التركية غنية عن التعريف، طبعا فيها نظام السيفتي عالي جدا مثل ما انتم شايفين، فيها 3 اقفال، 1 2 3 اقفال، نظام الامان فيها قوي جدا. طبعا عندنا هنا الجهاز الرئيسي او العداد الرئيسي تبع الكهرباء، وهنا عندنا الانترفون عن طريق الكاميرا حتى تشوف اللي جاء. طيب عندنا هنا المدخل، الارضيات في جميع الشقة باركيه حيث تحافظ على التدفئة في الشقة في ايام الشتاء. على يميننا مباشرة عندنا الصالة. طبعا الصالة ما شاء الله تبارك الله مساحتها كبيرة، ما يقارب 8 في 6 تقريبا او 8 في 5.5. التدفئة فيها عن طريق الغاز الطبيعي، وهذه اجهزة التدفئة موجودة على الجدران. وعندنا ديكورات السقف مثل ما انتم شايفين فيها الليد جميلة جدا. الواجهة الأمامية إطلالة كاملة على البحر وأيضا إطلالة على المدينة نفسها مثل ما انتم شايفين، ما شاء الله تبارك الله إطلالة كاملة. حاطين الواجهة الأمامية قزاز بحيث الإطلالة تكون سهلة. هنا عندنا طبعا قزاز بالكامل تشوفوا فيها البلكونة. راح نطلع الآن البلكونة عن طريق اللي هي الغرفة الصغيرة هذه، اللي ممكن نسميها غرفة طاولة الطعام لأنها مشتركة مع المطبخ. طبعا المطبخ غير جاهز، التركيب يكون على العميل أو المشتري مثل ما انتم شايفين. هذه المساحة للمطبخ، مساحة جيدة، منها نتوجه للبلكونة الأمامية. طبعا الشقة فيها بلكونتين وهي 3 غرف صالة عبارة عن 168 متر مربع، 3 غرف صالة فيها 3 دورات مياه. هذه البلكونة الأمامية ايضا المساحة فيها جيدة جدا، تقريبا 3 امتار في 3 امتار، ماخذة واجهتين، واجهة امامية كاملة على البحر، ايضا الواجهة الاخرى على المدينة نفسها والطبيعة. طبعا لها اطلالة ايضا على الجبال مثل ما انتم شايفين فيها الثلوج. المنطقة بشكل عام مخدومة جدا. طبعا الاعمار بعد 2019 راح تكون بالشكل هذا، 8 ادوار فقط، يعني ما في شيء راح يغطي عليكم الاطلاله. وايضا هنا المساحه المتروكه الفاضيه هذه تابعه للدوله، راح يكون فيها مسجد، المساحه هذه اللي انتم شايفينها المنطقه هذه. وايضا المنطقه هنا اللي على يسارنا ايضا متروكه للدوله بحيث تكون فيها
مدارس، يعني مجمع مدارس. هذه واحدة منها تعتبر الروضة اللي موجودة في المنطقة هذه اللي انتم شايفينها، والمنطقة هذه بالكامل راح تكون منطقة مدارس اللي هو مجمع مدارس. أيضا بالنسبة للمواصلات ما عندنا فيها أي مشكلة، لأنه عندنا الباصات في الشارع الرئيسي، هذا طبعا يعتبر شارع رئيسي امتداده 25 كيلو تقريبا، الشارع هذا اللي احنا شايفينه، منها توصلوا للميدان مباشرة عن طريق باصات التابعة للدولة. وأيضا المنطقة مخدومة بالماركت، وعندنا مستشفى قريب وجامع. تفضل معنا نشوف تكملة الشقة. هنا عندنا الممر الهول، طبعا شفنا المطبخ، هنا مدخل المطبخ. هنا عندنا دورة المياه الأولى أكرمكم الله، طبعا هي النظام العربي، ويمكن تحويلها للأفرنجي. هنا عندنا المنطقة الفاضية هذه، طبعا تحطوا فيها غسالة الملابس، ممكن تعملوا فيها دولاب، تسكروا المنطقة هذه. هنا عندنا الغرفة الأولى، تفضلوا، هذه الغرفة الأولى، الأرضيات فيها باركيه، نظام التدفئة على الغاز الطبيعي أيضا موجود، وأيضا لها إطلالة جميلة جدا على الجبال وأيضا على البحر. منها نتوجه للغرفة الثانية، هنا عندنا الغرفة الثانية، أيضا مساحة شرحة طيبة، بالإضافة إلى إطلالة جميلة جدا على البحر. طبعا هنا عندنا الغرفة الرئيسية الماستر روم، قبلها نوريكم دورة المياه الرئيسية. هنا عندنا دورة المياه الرئيسية، فيها الكلوزيت، المروش، أيضا يتم تركيب دولاب المغاسل. هنا عندنا غرفة النوم الرئيسية، مساحة فيها ما شاء الله تبارك الله كبيرة، تقريبا 5 × 3.5 تقريبا، نظام التدفئة فيها موجودة أيضا. هنا عندنا دورة المياه، طبعا دورة المياه فيها المروش. وعندنا هنا البلكونة الثانية تابعة لغرفة النوم الرئيسية، طبعا لها إطلالة خلفية مطلة على المزارع مثل ما انتم شايفين، لها إطلالة جميلة جدا على المزارع وعلى الطبيعة والجبال. في النهاية أحب أشكركم على حسن المتابعة، وأتمنى الفيديو ينال على إعجابكم، ولا تنسوا تفعيل زر الاشتراك وأيضا تشغيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. جميع المعلومات والأسعار، جميع الفيديوهات اللي نعرضها على قناتنا في اليوتيوب موجودة أسفل في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.